أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو قصير جدا باش نعيد عليكم ونقولكم صحة عيدكم، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم سعداء أنقياء بقلوب بيضاء ووجوه مشرقة مبتسمة، كل عام وأنتم آمنين مطمئنين، كل عام والفرح يعم حياتكم والعافية تغلو في أجسادكم. جعل الله عيدكم فرحة بالأعمال قبلت وبالذنوب محيت وبدرجات رفعت ورقاب عتقت. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله منا ومنكم قيامنا وصيامنا. إن شاء الله يا ربي العقباء للعام الجاي إن شاء الله. نقولكم صحة عيدكم لكل متتبعاتي وفيات، لكل المشتركين في قناتي، صحة عيدكم، صحة عيدكم لجوز يشوف يعني الفيديو ديالي لأول مرة، نقول صحة عيدكم. إذا كما راكم تشوفوا معايا، نتقاسم معكم طاولتي المتواضعة تاع العيد كما راكم تشوفوا هنا، لي صابلي بلي كابريز، وهنا لي سيجار غافايلو، يعني سبقت درت الوصفات قسمتها معكم في القناة على كما راكم تشوفوا. هنا عندي كاك النقاش، يعني وصفه ثاني موجوده في القناه، كاك النقاش اللي ما نستغناوش عليه حنا البجاويين، يكون حاضر على طاوله العيد وكل الافراح والاعراس ديالنا لازم يكون حاضر. هنا عندي تشارك المغبر، او حنا نقولوا المغبر، وهو أو في العاصمه نقولوا تشارك المسكر. هنا عندي كيكعات، يعني الكيكعات ثاني درت معكم الوصفه في القناه، وعندي لي صابلي بلا كونفيتور. اذا هذه هي الطاوله تاعي تاع العيد، الحلويات ديالي تاع العيد، ونقول لكم المره الثانيه صحه عيدكم، كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وان شاء الله يعيد علينا العام الجاي ان شاء الله، ونكونوا يعني بالصحه والعافيه، ونكونوا بخير بخير وبصحة جيدة. نقول لكم أحبائي إلى الملتقى في فيديو جديد، وصفة جديدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.